الخوت معكم مراوك تحياتي لكم الخوت. راه فيديو جديد الاخوان، تمت عمليه الحصاد منطقه كيسر ولايه السمن داود. تبارك الله راه كاين الخير، تبارك الله اللهم بارك تبارك الله. بالنسبه للقطار الاخوان راه كيعطي 10 الخيشات 6 الخيشات، داكشي على حساب الصبر. كاين كل قطار والصابه ديالو، كاين اللي كيكون فيه الخير كاين اللي كيكون شويه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله على كل حال، كاين الخير تبارك الله اللهم بارك تبارك الله. هذا هو التبنى الاخوان، تبرى شويه رهيف ماشي شقاص. هذا هو الخيشات، سير ريال البالا الاخوات، كل طال كيعطي 5 6 شي على حساب. ترى منطقة ديال كيسر ولاد السميدو، تبارك الله هذا ترى عاد الخير تبارك الله. قصحة الله يكون العون اخويا عزيزي، خيرات تبارك الله الاخوات، اللهم بارك تبارك الله. الحصان الاخوان راه كاين 7000 8000 للقطار، فالقطار كيكونو فيه 6 خدام.
دايره تبارك الله. تبارك الله.